هو يعني ما هو انطباعك على أول مقابلة تعمليها مع قناة جزائرية؟ ولا نريد أنا إجابة سعيدة كثير دبلوماسية. إنه لا بالعكس أنا سوبر سعيدة لأنه كمان يعني هيدا الانفتاح إنه هلأ من خلال ضرب الرمل ومن خلال إني موجودة بالسعودية وبالخليج صرنا كمان بالجزائر، مع إنه على فكرة هيك بين هلالين أنا طالعة ملكة جمال إعلاميات العرب عام 2010، كان التصويت على الإنترنت أكثر بلد صوت للجزائر، فهلأ بدكم هيك فالهيئة المحلية هذا هديك دليل بس ما على كان أن... من هذا دليل التواصل على هلأ أنه قلنا خلينا نطلع على الهواء هذا دليل على أنه الجزائري عنده ذوق بجننوا.